شكرا. اسمك ايه؟ مريم حنفي، عندي 12 سنة من مصر. الله الله على صوتي. شكرا. مريم انت مطربة. شكرا. وانت بالايام اللي جاية انا بقول حاجة النهاردة والناس تسمع، انه انت حتكوني من اجمل المطربات في الوطن العربي ان شاء الله. 12 سنة، 12 سنة عم تغني هيك، يعني شو بدك تعملي بس عمرك 20؟ حتجنني العالم وتجننيني. انا اول واحد حسيت فيكي واول واحد برمت لك، وانت وضميرك يا مريم. مريم انا عندي فضول هيك اعرف شوي عنك، كيف وصلتي لهالصوت؟ بتدرب في الاوبرا المصريه. اها. وبابا الله يرحمه كان بيدربني كتير، هو اللي وصلني للاوبرا المصريه، وماما كملت المشوار لحد ما جيت لحد هنا. في حاجه ثانيه بتعمليها بتحبيها كمان ولا بس غنى؟ لا الغنى بس. هو بكفي يعني اذا بتغني هيك يعني ما تعملي شيء الا غنى. مريم انت صوت يعني ما شاء الله عليكي، صوت صوت ناضج يعني، صوت كبير اكبر من سنك يعني. الحليات اللي عملتيها في الغنى والثقه اللي في ادائك مش بتاعت سنك خالص. شكرا. مش عارف اقول لك ايه بس يعني اوعي اوعي ما تختارينيش. بصي عايزه اقول لك على حاجه، انا رح تكوني انت بفريقي يونيك. كلام رح كلام توصل كلام. لا 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 مش كلام، ما تصدقيش. لا لو كنت بفريقي رح تكوني بالفاينل. عندها اصوات كتير حتظلمك، حرام صوت زيك ينظلم. انا حظلمها؟ انت عاصي عم تقول انا حظلمها؟ انا حموت تبقي معايا في فريقي. الله. انا اول واحد حسيت فيكي واول واحد برمتلك، وانت لازم تكوني في فريقك.